السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله شرح البرنامج. في الفيديو السابق شرحنا كيفية إدخال المعلومات الأساسية لعمل البرنامج. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو سوف نشرح الفواتير. نفتح فاتورة الشراء. هذه فاتورة الشراء. ندخل فاتورة وبعدين نشرح عليها. هنا أنا اسم المورد مهدي، المخزن، غسالة. اشترينا مثلا 100 قطعة من هذا المورد، صارت الفاتورة $40,000. زين، هسا نشرح بعض خصائص الفاتورة قبل ما أدخل الخصم والمسدد نقدا والضريبة. بالنسبة لهاي السهام، هاي تفتح لك نافذة إدخال مورد جديد. هذا السابق والتالي اتطرقنا إلى بالفيديو السابق. هنا أنا الحاسبة، هنا أنا عمل فريش للنموذج، هنا أنا المعاينة للفاتورة، معاينة وبنفس الوقت طباعة. هنا الطباعة السريعة. نشوف المعاينة، هاي الفاتورة، كليك أيمن، طباعة التقرير أو حفظ PDF. هاي بالنسبة لهاي الخاصية. هنا أنا سعر الصرف، هنا أنا رصيد المورد. رصيد المورد هو مهدي. رصيد أول مدة مهدي يطلبنا $5,000 قبل ما يعني تعامل قديم، قبل ما نشتغل على البرنامج. هنا يطلبنا $5,000. هنا الرصيد الحالي لحد الآن ماكو شيء. هنا بالنسبة لك طلع لك الفاتورة بالدينار، هي بالمحلي، بالعملة المحلية، لأن بس أبو البرنامج اشترى من عندي البرنامج المنافذ، العملة مالته هي دينار بالنسبة إلى، كتوضيح للفاتورة بالعملة المحلية. بس هو البرنامج يعمل بالدولار. نجي هسه وهنا حفظ، ندخل الخصم. الفاتورة صارت علينا $40,000. أعطانا المورد خصم 1000. نزلت الفاتورة، صاف الفاتورة صار 39. زين، سددنا للمورد $10,000، صارت 29. قال أنتوا عليكم ضريبة، يعني الضريبة على المشتري. يابا ايش قد استاذ مهدي الضريبة؟ الضريبة قال $1,000. هاي سددنا $1,000 ضريبة، صارت 30 صافي الفاتورة. هي 40 صارت 30. شلون صارت 30؟ خصمنا اعطانا خصم 1000 وسددنا 10 صار 11. هسه المفروض تصير بال11 ناقص 11 تصير 29. بس هو رجع اخذ من عندنا 1000 الضريبة، $1,000 للضريبة صارت 30. هنا نقول له حفظ. هسه لو أرد أرجع للمورد مهدي، هذا مهدي، لو أرد أرجع للمورد مهدي، أجي هنا أنا أشوف الرصيد الحالي ظهر وصارت، كانت هنا أنا عليه صفر، صارت له $35,000. شلون صارت $35؟ يطلبنا 5 سابقة، رصيد أول مثل ما وضحنا، وبعدين اشترينا من عنده هاي الفاتورة اللي $30,000 صار 35. ان شاء الله واضحة الفاتورة ان شاء الله. هسه نجي الفاتورة البيع. فاتورة البيع نظامها مثل نظام فاتورة الشراء. نجي ندخل مورد هنا أنا، بس هنا أنا جملة ومفرد، وهنا اللي اتطرقنا لها الجملة والمفرد بالإدخال الأصناف. كل جملة لها سعر والمفرد لها سعر. ندخل المخزن،
نجي هنا نقول له غسالة اشترى من عندنا استاذ باسم 10، صارت 10 ب4.5. زين عيني، هنا هو رصيد اول باسم، العميل باسم، احنا نطلبه 3000 دولار تعامل قديم، نطلبه 3000 دولار رصيد اول المده، وعليه هسه هاي الفاتوره صارت ب 4500 دولار. نجي هنا باسم قال يا بطوني خصم، قلنا له يا بخصم لك 100 دولار، صارت 4400. باسم ايش راح يسددنا؟ قال يا باني ريحت اسدد لكم فد 500 دولار. سددنا 500 دولار، بقنا 3900. احنا مطين ضريبة للمورد، فلازم ناخذها من لان هي الضريبة على المشتري، فلازم ناخذ الضريبة. زين، الضريبة على باسم قلنا له يابا عليك ضريبة، قال ايش قد؟ قلنا له يابا الضريبة عليك على هاي الفاتورة نفترض 100 دولار على سبيل المثال. رجع صارت 4000، وصارت 4000 دولار. هسه نطلب باسم بهاي الفاتورة. هسه لو اريد احفظ، الباسم، شوف، وارجع الباسم، اجي القى الرصيد الحالي ظهر وصارت 7000. صارت 7000 لان الفاتورة ب4، وهنا الفاتورة عليها ب4، ونطلبها طلب قديم 3 صارت 7. ان شاء الله واضحة هنا بالنسبة الي. هنا يطلع لك رصيد الصنف، رصيد الصنف المتبقي. احنا اشترينا 100، بعنا هسه 10 الباسم، بقت 90. هاي هنا نخرج من فاتورة البيع. نجي على فواتير المرتجع. اول شيء فاتورة مرتجع شراء. احنا مسبقا اشترينا من المورد مهدي، ومهدي احنا بالنسبة لنا اتفقنا ويا ام اذا مثلا هاي البضاعة اللي ناخذها من عندك احتمال بالسوق بتمشي ونرجع لك اياها، او التالف الرجعة مثلا العاطل، او يصير به خلل بالنقل، يعني هذا اتفاق الرجعة للمورد. فشلون تكون آلية الارجاع مالتها فاتورة مرتجع الشراء؟ نجي دخلنا معلومات المورد، ونجي نقول له اللي نشتري منه غسالة، نقول له راح نرجع لك 10 الدخل بهم، 10 صارا ب4000 دولار. هسه انا ما اريد ادخل خصم ولا المسدد ولا الضريبة، نخليها على 4000 ونقول له حفظ نخرج. هسه لو نروح مثلا لحساب المورد، هو مهدي، نجي هنا للتقارير ونشوف حساب المورد. هنا رأسا طلع لنا التفاصيل، هنا يقول فاتورة شراء وفاتورة مرتجع. فاتورة الشراء اشترينا ب30000 دولار ورجعنا 4000 دولار. زين، شلون هسه نشوفها بتفاصيل ادق اكثر؟ نشوفها على التقرير طباعة. نجي هنا اشترينا من عنده فاتورة، الفاتورة ب30، هو يطلبنا 5، صار الرصيد مالته 35، رجعنا له ب4000 دولار موات. زين عيني، صار الرصيد 31. وهاي التفاصيل ان شاء الله صارت واضحة. هاي بالنسبة لفاتورة مرتجع الشراء. نفس الطريقة فاتورة مرتجع البيع، احنا بعنا الباسم، واجا باسم قال يابا اني هذه واحدة من الغسالات ما مشت عندي بالمحل، فاريد ارجعها. رجعناها باسم. ايش قد سعرها؟ سعرها 450 دولار. نجي نقول له حفظ الروح. لو هسه نرجع على حساب العملاء ونطلع باسم،
ايش عده باسم فاتوره بايعي له ومرجع لنا. نجي على تفاصيل ادق. احنا باسم اشترى من عندنا هنا ب 4000 دولار زين عيني، واحنا نطلبه ثلاثه صار سبعه على الرصيد زين. اجى هنا رجع لنا مواد ب 450 تنزل من السبعه باقي نطلبه 6550 وهاي تفاصيلها. ثلاثه نطلبه واشترى من عندنا باربعه ورجع لنا بمواد ب 450 باقي نطلبه 6550 ان شاء الله واضحه. هاي بالنسبه للفواتير، هذه بالنسبه للفواتير. طبعا انا اتوقف لحد هذا القدر من الفيديو لان انا احب الفيديو ان يكون قصير حتى الاخوان يقدرون يحملون، يعني النت كلش ضعيف. أنا ممنون منكم، السلام عليكم.